السابع من نوفمبر من عام 1643، تمكن العمانيون من استرجاع قلعة صحار من أيدي البرتغاليين ضمن سلسلة الهجمات التي بدأوا بها ضد الوجود البرتغالي. السابع من نوفمبر من عام 1854، توفي السيد خالد بن سعيد بن سلطان وهو في عمر 24 سنة قبل وفاة والده. كان السيد خالد ينوب عن والده السلطان في حكم زنجبار وتوابعها في حالة غيابه. بعد وفاته عين السيد سعيد ابنه ماجد مكان خالد. السابع من نوفمبر من عام 1873، ولد الأديب والفقيه والخطاط عبد الله بن ماجد بن خميس العبري. أجاد الخط ودرس عليه عدد من النساخ في الحمراء. من آثاره تسلية الفؤاد الموجوع بذكر أنواع الدموع، وأرجوزة في الفقه، وأرجوزة في النحو، ولامية في النحو، وقصائد متعددة. توفي سنة 1917 بعد سقوطه من الجبل الأخضر عائداً من الرستاق إلى الحمراء. السابع من نوفمبر من عام 2006، اختتمت فعاليات المنتدى الخليجي السنوي الثالث للتأمين المصرفي الذي عقد في مسقط على مدى يومين.